روسيا وجهت ضربات عنيفة للغاية صباح هذا اليوم على عدد من المدن الأوكرانية، من ضمنها العاصمة الأوكرانية كييف، وهذه الضربات أدت إلى إخراج العاصمة الأوكرانية عن الخدمة تماماً من ناحية توفير الطاقة الكهربائية. وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت بأن الصواريخ التي استخدمت في هذه الضربات هي من نوع X-101 وX-555، أطلقت من هذه الطائرات الخطيرة للغاية وهي TU-160 والTU-95 من الطائرات القادرة تماما على توجيه ضربات صاروخية نووية. ووزارة الدفاع الأوكرانية أيضا أضافت مسألة مهمة، هي نقاط انطلاق هذه الصواريخ ونقاط تواجد هذه الطائرات عند توجيه هذه الضربات. كما تلاحظون هنا فإن إحدى النقاط التي تحدثت عنها وزارة الدفاع الأوكرانية هي تأتي إلى شمال بحر قزوين، هنا نهاية بحر قزوين الذي ترونه، وإلى شمال هذا البحر تأتي كازاخستان، وهذا يعني أن شمال بحر قزوين المنطقة تأتي بهذا الاتجاه في الأراضي الروسية التي ترونها. وعلى هذا الأساس كانت هذه النقطة الأولى لهذه الطائرات عندما قامت بالهجوم الصاروخي على أوكرانيا. كذلك النقطة الثانية التي تحدثت عنها وزارة الدفاع الأوكرانية هي تأتي في روستوف، هذه هي موسكو العاصمة الروسية، روستوف هي تأتي إلى بهذا الاتجاه إلى شمال شرقي موسكو تقريبا، تأتي مع النقطة وتواجد هذه الطائرة TU-95 هنا، وبالتالي نحن أمام نقطتين واضحتين. الصواريخ التي استخدمتها روسيا صباح هذا اليوم كانت عبارة عن 50 صاروخا أطلقت على المدن الأوكرانية، ووزارة الدفاع الأوكرانية مرة أخرى قالت بأنها تمكنت من إسقاط 44 صاروخا من هذه الصواريخ. الأهداف بحسب ما أكدته وزارة الدفاع الروسية كانت هي البنى التحتية ومنشآت الطاقة ومواقع الطاقة الخاصة بأوكرانيا. أبرز هذه المدن التي تعرضت لهذه الهجمات هي كانت زاباروجيا العاصمة الأوكرانية كييف كما تحدثنا، وأيضا بشكل مثير كان هنالك هدفا مثيرا وهي هذه المنطقة وهذه النقطة، ألا وهي فولن التي تأتي على الحدود مع بولندا. 3 صواريخ كانت قد تحدثت عنها الأوساط الأوكرانية قادمة من بيلاروسيا، وهذا يوضح أن من روستوف تحديدا كانت هنالك 3 صواريخ انطلقت تجاه فولن عبر الأجواء البيلاروسية واستهدفت هذه المنطقة. طبعا مرة أخرى الأوكرانيين أكدوا بأنهم تمكنوا من إسقاط هذه 3 صواريخ، ولكن عندما نتحدث عن فولن وعندما نتحدث عن ليفيف فهذه نقاط أساسية لاستلام السلاح من حلف الناتو القادمة طبعا من بولندا إلى هاتين النقطتين، يأتي السلاح إلى هاتين المدينتين وبعد ذلك ينتشر في أوكرانيا بحسب المدن التي يريدون إرساله فيها السلاح للجيش الأوكراني لمقاتلة الجيش الروسي. من شدة هذه الهجمات والضربات صراحة هذا اليوم كان هنالك صاروخا من الصواريخ الواضح بأنها كانت قادمة من هذا الاتجاه، تمكنت القوات الأوكرانية والدفاعات الأوكرانية من إسقاط هذا الصاروخ، ولكن الصاروخ لم يسقط على الأراضي الأوكرانية بل إنه سقط على مولدوفا، ومولدوفا أكدت سقوط هذا الصاروخ، وبالتالي الهجمات كانت عنيفة أدت بالفعل بالنسبة للعاصمة الأوكرانية كييف إلى إنهاء وقطع الكهرباء تماما عن أغلب الأحياء في العاصمة الأوكرانية، بل إن بعض الأوساط وبعض الأنباء التي كانت قادمة من كييف تحدثت بأن الكهرباء بالتمام والكمال قد انقطعت من هذه العاصمة. هنالك جهود لإعادة الطاقة الكهربائية طبعا مرة أخرى، وكانت هنالك لقطات لهذه الضربات العنيفة للغاية، واضح منها 3 منها هي التي انتشرت عن هذه الضربات. هذا التصوير الأولى هذه الضربات في العاصمة الأوكرانية، هنالك ضربة أخرى هنا كما تلاحظون الكثير من المقاطع انتشرت، وهذه الضربة الكبيرة التي جاءت في زاباروجيا. لاحظ الضربات وكيف أنهم يحاولون ضرب البنى التحتية بشكل عنيف بالنسبة للقوات الروسية. السؤال هنا، لماذا روسيا اندفعت وقامت بهذا الهجوم الصاروخي الكبير؟ هي تأتي انتقاما من الهجمات التي تقوم بها أوكرانيا في العمق الروسي بشكل مستمر، وآخرها وأخطرها هو كان ما كان حاضرا من هجوم تجاه شبه جزيرة القرم. الهجوم الذي جاء على شبه جزيرة القرم لم يكن عاديا، هو كان وقد استخدم ولأول مرة في الهجوم على شبه جزيرة القرم وتحديدا على سيفاستوبول، هذه القاعدة المهمة استخدمت حقيقة تجاه وفي هذا الهجوم زوارق مفخخة أمريكية هي التي هاجمت هذا الموقع. نتحدث عن 7 زوارق
مفخخة وهي طبعا من الزوارق المسيرة لكي ننتبه، وكذلك استخدمت فيها 9 طائرات مسيرة من طائرات البيرقدار. هذا الزورق الذي ترونه لأول مرة استخدم وهو زورق أمريكي من نوع مانتاز، هذا الزورق الذي ترونه هو زورق شبحي سريع للغاية يصل طوله إلى 3 أمتار، عرضه 1 متر، والزورق طبعا يأتي التفخيخ الخاص به بهذه المنطقة، ويستطيع من حمل حشوة مفخخة تصل إلى 60 كيلوغراما، أي إنه قادر على تدمير سفن كبيرة في الحجم. للمفاجأة الكبيرة بهذه المسألة، وطبعا طريقة عمل هذا الزورق هو يقترب ببساطة ويصطدم بالسفينة مستخدما ومستغلا هذه الخاصية الموجودة هنا وهذا الجزء، ألا وهي الصمامات. بمجرد ما هذه الصمامات تصطدم بالهدف الذي يبحث عنه، مباشرة تنفجر هذه الحشوة ويؤدي إلى ضرر كبير. الكاميرا التي ترونها، طبعا هذه الزوارق تتمتع بكاميرات مرتبطة بالأقمار الصناعية عبر هواء ستارلينك الذي يملك طبعا والمملوكة من قبل الملياردير إيلون ماسك، هو الذي يمتلك طبعا ستارلينك، وبالتالي هنالك ارتباط بالأقمار الصناعية بهذا الزورق، وهذا الزورق هو زورق أمريكي بحت. كانت هنالك صورا من العديد من هذه الزوارق قد انتشرت من الزورق نفسه وهو يتحرك وهو يواجه أو يهاجم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم. هنا كما تلاحظون التصوير قادم من هذا الزورق، طبعا لاحظ القوات الروسية والمروحيات الروسية كيف إنها تضرب هذا الزورق محاولة استغلال منطقة الحشوة، محاولة لضرب الحشوة الموجودة المفخخة بهذا الزورق لضربها وتفجيرها، وفعلا القوات الروسية تمكنت من صد هذا الهجوم بأكمله. وهنالك تفاصيل مثيرة لهذا الهجوم إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي لكي نلقي نظرة عن طبيعة الهجوم الذي جاء. هو جاء من هذه المنطقة الأوكرانية وتحت سيطرة القوات الأوكرانية وهي أوتشاكيف تحديدا، وهذه هي سيفاستوبول التي هاجموها. كان هنالك خليجا وخليجا معينا سنلقي عليه نظرة، هو الذي تعرض للهجوم، هو الذي كان هدفا في هذه المسألة، وبالتالي الطائرات المسيرة الزوارق جاءت بهذا الشكل، 7 زوارق، والطائرات المسيرة طبعا كانت حاضرة أيضا من اتجاه آخر من أجل الانقضاض على أهداف معينة. وطبعا القوات الروسية كانت تراقب كل صغيرة وكبيرة تجري من هذا الهجوم. بالاقتراب الآن من سيفاستوبول التي ترونها الآن، ولنأخذ صورة ولقطة أوضح لهذه المنطقة لكي نفهم لماذا هذا الأمر أزعج روسيا وجعلها تستهدف أوكرانيا اليوم بهذا الشكل العنيف الذي تحدثنا عنه. الزوارق كانت تهدف ببساطة أن تتقدم، أن تدخل إلى هذا الميناء الذي ترونه، وبعدها تدخل إلى خليج يوزانا. هذا هو خليج يوزنايا، عفوا هو الخليج تحديدا الذي كان هدفا بالنسبة لهذه الزوارق. طبعا القوات الروسية تمكنت من تدمير 4 زوارق كانت في هذه المنطقة خارج الميناء تماما وخارج هذا الخليج، هم دمروا 4 عندما كانت تحاول الدخول في هذه المنطقة. لنصحح الصورة لكم قليلا، 4 وهي تقترب، و3 الأخرى والثلاثة الأخرى دخلت فعلا إلى هذه المنطقة ولكن تمكنوا من تدميرها. مع ذلك بسبب الانفجارات، بسبب أنها مفخخة، أدت إلى أضرار في كاسحة أو كاسحة للألغام خاصة بالقوات أو بالبحرية الروسية، أدت إلى أضرار طبعا بهذه المسألة، ولكن تمكنت في نهاية المطاف بالنسبة لروسيا تدمير كل هذه الزوارق وتدمير جميع الطائرات المسيرة التي تحدثنا عنها، ألا وهي البيرقدار، 9 طائرات مسيرة أسقطوها تماما بالتمام والكمال. هذه المنطقة لكي نفهم هي تأتي فيها عدد من الأمور المهمة. نتحدث هنا عن سفن على سبيل المثال، هنا هذه هي سفن الاستخبارات، كذلك هنالك مجموعة غواصات مهمة جدا بالنسبة للقوات الروسية تنطلق من هذه المنطقة، وأيضا كاسحة الألغام وكاسحات الألغام أو الكاسحات الروسية تأتي في هذا الاتجاه، وعدد من النقاط المهمة جدا كانت تهدف أوكرانيا إلى تدميرها بهذا الهجوم الذي نتحدث عنه. كذلك ما هو مثير أن قبل هذا الهجوم تقريبا ب48 ساعة أو حتى 24 ساعة كان هنالك هدفا مهما، كانوا يريدون أن يهاجموا هذه المنطقة والمحطة الكهربائية التي تزود المنطقة بالكهرباء ومنها قاعدة سيفاستوبول. هذه المحطة فعلا تعرضت بهجوم بطائرة مسيرة واحدة، وروسيا كانت قد اعترفت وقالت فعلا بأنها تعرضت
إلى هجوم، وكان هنالك نوع من الضرر بحسب بعض الأوساط الأوكرانية على هذه المحطة، ولكن المحطة استمرت بتزويد الطاقة الكهربائية. الهدف ضرب الطاقة الكهربائية، نقوم بهذا الهجوم سريعا على هذا الميناء وعلى سيفاستوبول ونحقق ضربات عنيفة، ولكن لم تنجح ولم ينجح هذا الهجوم. هذا الأمر كان مستفزا للغاية طبعا بالنسبة لروسيا، ولذلك شهدنا الهجمات التي جاءت صباح اليوم بهذه الصواريخ التي تحدثنا عنها. ولكن شبه جزيرة القرم هي تتعرض إلى الكثير من الهجمات في الفترة الأخيرة بسبب أنها تحولت إلى قاعدة مهمة بالنسبة لروسيا في عملية الهجمات وتوجيه الهجمات على العديد من المدن الموجودة طبعا في الداخل الأوكراني. وكان هنالك وهنالك خبراء عديدين يراقبون هذه المسألة، ونتحدث هنا مثلا عن إحدى الحسابات الخبيرة مثل NL War Tracker، هذا الحساب الخاص بهذا الخبير الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة، كان قد كشف عن مواقع التواجد الإيراني في شبه جزيرة القرم. لاحظ كيف أنه لاحظ من ناحية الأقمار الصناعية ومن ناحية بعض المقاطع استطاع أن يحدد أين يتواجد الإيرانيين في شبه جزيرة القرم. هنا أربعة نقاط كما تلاحظون ونقطتين بالقرب من مدينة خيرسون، وأكد بأنها هي من المناطق والنقاط التي تنطلق منها الطائرات المسيرة تجاه أوكرانيا. وإذا ما ألقينا نظرة مثلا على هذه المنطقة تحديدا، وهي من المناطق التي قام NL War Tracker بمتابعتها، دعونا نبتعد قليلا من هذه المحطة الكهربائية التي تحدثنا عنها والتي تعرضت إلى هجوم بطائرة مسيرة واحدة، ولنقترب من هذه النقطة التي تحدث عنها هذا الخبير. سنلاحظ هذه هي النقطة التي تحدث عنها وقام بنشر صورة محدثة لها، ليس هنالك شيء واضحا بالنسبة إلينا، ولكن هو نشر تحديثات عن هذه المسألة تحديدا في الشهر الماضي، وأن هنالك توزعا كبيرا أو توزيعا كبيرا لطبيعة الرادارات طبعا الروسية وغيرها من الأسلحة، الأقمار الصناعية أو الستلايتات وغيرها التي يستخدمونها هنا، ولكن أيضا لاحظ الطائرات المسيرة ولاحظ المنصات، هنالك منصتين. لنقترب، هو وضح بأن هاتين المنصتين هي قريبة للغاية من حقيقة أن تكون هي منصة طائرات شاهد 136 التي كانت فعالة في توجيه الكثير من الضربات على الداخل الأوكراني، منها العاصمة الأوكرانية كييف بكل تأكيد، وكذلك أوديسا أيضا في نفس الوقت. وعلى هذا الأساس طبعا هذا يوضح لنا لماذا شبه جزيرة القرم تتعرض إلى هذه الهجمات، وعلينا أن لا ننسى الهجوم الذي جاء أيضا على جسر كيرش أو حتى جسر شبه جزيرة القرم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. على هذا الأساس فعلا شبه جزيرة القرم تحولت إلى منطقة تتعرض إلى الكثير من الضربات لهذه الأسباب ولهذه الأمور التي ذكرناها. لكن أيضا العمق الروسية تعرض إلى الكثير من الهجمات. الأسبوع الماضي كانت هنالك ونهاية الأسبوع الماضي الكثير من الانفجارات الخطيرة التي جاءت في العمق الروسي. نتحدث هنا عن سانت بيترسبرغ وكذلك فولغوغراد، كان هنالك انفجارين كبيرين غامضين، لم يعرف أحد ما الذي جرى في هذه الانفجارات، كيف وصلت الانفجارات إلى هذه المناطق في العمق الروسي. وكانت هنالك مثلا إذا ما ذهبنا إلى سانت بيترسبرغ سنلاحظ الانفجار كان هائلا في مستودع كبير، مبنى كبير موجود في سانت بيترسبرغ تعرض إلى هذا الانفجار. إذا ما حاولنا أن نأخذ بعض الملاحظات لنتأكد هل فعلا هذا الانفجار قد جاء في سانت بيترسبرغ، سنلاحظ أن الشبابيك تأتي بشكل مميز، المبنى لونه أبيض، هنالك مدخل، هنا منطقة مزروعة بشكل واضح مع الطريق، مع أن هنالك منطقة مفتوحة والواضح أن هنالك نوعا من البناء الذي يأتي بهذا الاتجاه، مبنى كبير يشتعل مع هذه العلامات المميزة، مع معلومة مهمة نشرت عن هذا الموقع هي بأنها موجودة في سانت بيترسبرغ في ميتال ستروي، هذه هي المنطقة التي ذكرت. إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي مباشرة إلى سانت بيترسبرغ، إلى المنطقة التي ذكرناها لكي نلقي نظرة هل فعلا هذه المنطقة هي التي تعرضت للضربة، وميتال ستروي تأتي بهذا الاتجاه الذي ترونه. لنقترب من هذه النقطة لكي نحاول أن نجد مبنى يأتي أمامه وتأتي أمامه منطقة مفتوحة، والمنطقة المفتوحة التي تأتي أمام مبنى كبير
هي تأتي بهذا الاتجاه. لنلقي نظرة إذن على المبنى الآن ونحاول أن نأخذ صورة محدثة. سنلاحظ بأننا أمام فعلا واضح جدا اللون الأبيض لهذا المبنى مع الشبابيك مع النقاط كلها متشابهة ومتطابقة، المنطقة مفتوحة وأن هنالك بناء. بل إذا ما حاولنا التوقف أمام الشاحنة لكي نلقي نظرة، وهذا متوفر في الجوجل إيرث لأي شخص لكي يدقق بهذه المسألة، سنلاحظ بأننا بالقمر الصناعي فعلا أمام نفس الموقع تماما. وهذا يؤكد أن هذا الانفجار قد جاء على هذا المبنى في سان بيترسبرغ. كذلك بالنسبة للانفجار الثاني الذي جاء في فولغوغراد، إذا ما ذهبنا إليه بملاحظة طبعا مرة أخرى أن المبنى أبيض مستودع كبير للغاية مدمر واضح، وواضح بأننا أمام عدد من المداخن شكل مميز لسطح هذا المبنى. الانفجار واضح أيضا جاء بهذا الشكل في السطح، يحاولون معالجة هذه النقطة. وأيضا نلاحظ منطقة مزروعة مرة أخرى، مبنى صغير هنا ومبنى كبير يأتي بعد هذا المبنى الصغير وهذه المنطقة المزروعة مع هذا الطريق الواضح. إذن دعونا نلقي نظرة على طبيعة هذا الانفجار الذي جاء تقريبا منتصف الأسبوع الماضي في العمق الروسي في فولغوغراد على مسافة أكثر من 350 كيلومترا. لنذهب الآن إلى القمر الصناعي إلى فولغوغراد مرة أخرى لكي نلقي نظرة على هذه المدينة المهمة والكبيرة بالتوجه إلى جنوبها على نقطة تأتي على نهر فولغا، لنقترب من هذه المنطقة الصناعية وهذا المربع تحديدا. وسنلاحظ بأننا فعلا أمام هذا المبنى المميز، هو يأتي بهذا الاتجاه. من السهولة جدا معرفة هذا الموقع بالتفافة بسيطة. الآن إلى الشمال قليلا نحن أمام نفس العلامات تماما لهذا الموقع. وبشكل مثير للغاية CNN الأمريكية كانت قد كشفت مع هذه الانفجارات ومع وقوع هذه الانفجارات في 27 أكتوبر بأن هذا الرجل بيل بيرنز وهو مدير المخابرات الأمريكية CIA كان موجودا في أوكرانيا في العاصمة الأوكرانية كييف، وكان قد اجتمع بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال هذا الشهر. هذا قد يفسر الكثير من طبيعة ما نراه من هذه الانفجارات والهجمات وغيرها، خاصة وأن الاستخبارات الأمريكية لعبت أدوار مهمة في مساعدة الأوكرانيين. مثلا نيويورك تايمز أكدت في مايو الماضي بأن الاستخبارات الأمريكية ساعدت الأوكرانيين في عملية اغتيال أهم الجنرالات في الجيش الروسي. كذلك الشهر الماضي الاستخبارات الأمريكية بحسب نيويورك تايمز بدأت بالعمل مع القوات الأوكرانية في مسألة كيف نحقق هجمات كبيرة وكيف نحقق هجمات مؤثرة على روسيا. وعلى هذا الأساس بدأنا نرى هذه الهجمات خلال هذا الشهر تفسر الكثير من التفاصيل. لكن هذا لا يعني بأن الأمور طيبة وأن أوكرانيا في مرحلة قوة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل كل هذا الإسناد، بل إن الأمور قد تتدهور بسرعة في ظل دخول السلاح الإيراني. شاهد 136 الطائرات المسيرة وغيرها. المعلومات الاستخبارية خلال الفترة الماضية خلال ما يقارب 72 ساعة كان هنالك لقاء لرئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية مع The War Zone، وكان قد تحدث بأن الصواريخ البالستية الإيرانية قد نراها الشهر القادم في نوفمبر تستخدم من روسيا على الداخل الأوكراني. وهذا ما قاله الرجل: بالفعل في نوفمبر القادم قد تستخدم روسيا الصواريخ البالستية الإيرانية قصيرة المدى ضد أوكرانيا، الصواريخ فاتح 110 وذو الفقار. وأضاف معلومة مثيرة للغاية: هذا تهديد خطير لأوكرانيا، فالصواريخ الإيرانية على عكس الروسية أكثر دقة. هذا يتطابق طبعا مع تقارير شهدناها في 16 أكتوبر من هذا الشهر عن أن إيران سترسل صواريخا بالستية إلى روسيا لمساعدتها في مسألة الهجمات التي تقوم بها على أوكرانيا. رويترز جاءت بتفاصيل أكثر بعد يومين أو بعد 3 أيام تقريبا، جاءت بتفاصيل أكثر عن طبيعة بأي اجتماع تمت موافقة إيران على إرسال هذه الصواريخ البالستية. وهذا يوضح بأننا سنكون أمام لحظات صعبة وتصعيد كبير في هذه المعركة. بل تفاصيل استخبارية أخرى نشرت من الأوساط الأوكرانية قالت الآتي: وفقا للمخابرات الأوكرانية قد تنقل إيران أيضا طائرات بدون طيار من نوع آراش أو آرش 2 وصواريخ بالستية جديدة إلى الاتحاد الروسي. هذه الطائرة المسيرة التي يتحدثون عنها طائرة قادرة على قطع مسافة 1000 كيلومتر، بل حتى بعض المصادر تتحدث عن 1600 كيلومتر، طائرة قادرة على تحقيق ضربات قد تكون أعنف بكثير من ما شهدناه من طائرات شاهد 136 طبعا الإيرانية المفخخة. وهذه التفصيل التي نتحدث عنها عن هذا النوع من الطائرات
كانت قد تحدثت عنه ديفنس إكسبرس في 16 أكتوبر بأن هذه الطائرات سنراها أيضا تستخدم من قبل من القوات الروسية. على هذا الأساس فعلا نحن أمام تفاصيل كثيرة وتطور كبير قد يعني الكثير ليس فقط بالنسبة لروسيا وأوكرانيا بل للعالم بأكمله.